يعلن قصر باكنغهام بكل فخر ميلاد أمير جديد في يوم سان جورج الموافق للثالث والعشرين من أبريل من العام 2018. رعى الله الملكة. هكذا وتبعا لتقاليد العائلة المالكة في بريطانيا، أعلن رسميا عن ميلاد المولود الثالث للأمير ويليام بن ولي العهد البريطاني وقرينته دقة كامبريدج كيت ميدلتون. في جناح ليندو الخاص للولادة هنا كما تشاهدون خلفي في مشفى سانت ماري وسط العاصمة لندن، وضعت الأميرة كيت ميدلتون مولودها الثالث، وكما جرت العادة تخرج من مدخل الجناح هنا للعامة والالتقاط الصور الأولى لها ولمولودها الجديد قبل مغادرتها المشفى. وكما جرت العادة أيضا تشهد هذه اللحظات حضورا إعلاميا مكثفا كما تشاهدون. كما تجمع الكثير من محبي العائلة المالكة للاحتفال بهذه المناسبة أملا من الحاضرين أن يكونوا أول من يرون المولود الجديد وهو صبي أو يحصلون على لمحة له. أنا هنا لأشارك في احتفالية ميلاد طفل ملكي جديد قد يصبح ملكا مستقبليا لإنجلترا. هذا حدث تاريخي، لذا حرصت على المشاركة فيه. وعندما أكبر مستقبلا سأنظر إلى الخلف وأتذكر أنني شاركت في صنع المستقبل. أنا هنا لأرى الطفل الجديد وأرى كيت تخرج معه، وأمل أن يكون معها تشارلوت وجورج أيضا. إنه حدث مثير وكبير للعائلة المالكة. وفيما لا يزال اسم المولود غير معلن بعد، تدور التكهنات حول ثلاثة احتمالات، وهي إما أن يطلقوا عليه اسم ألبرت أو آرثر أو فيليب. ويحتل الأمير الجديد المرتبة الخامسة في وراثة العرش البريطاني بعد جده ولي العهد الأمير تشارلز ووالده الأمير ويليام الذي يأتي ثانيا في ولاية العرش، ومن ثم شقيقه جورج البالغ من العمر نحو 5 سنوات وهو الثالث في ولاية العرش، وتليه شقيقته شارلوت البالغة من العمر 3 أعوام. وبذلك يكون قد دفع الأمير الجديد بترتيب عمه الأمير هاري الذي يحضر لزواجه الشهر المقبل إلى المرتبة السادسة في وراثة العرش. من لندن، سمح حمدان، BBC.